حاول نحفز كل الناس ان هي تيجي تشارك معانا هنا عشان نوفر اكبر قدر من الدم، وان شاء الله يعني يكون عمل خير كده، ربنا يساعدنا على فعل الخير. مش هنمشي ان شاء الله قبل ما نجمع اكبر عدد ممكن من التبرعات، وان شاء الله نحاول نساعدهم بقدر الامكان. الفكره جت من ان احنا شايفين ناس كتيره قوي جرحى في فلسطين وفي غزه، وبنحاول ان احنا نساعد.